في الحديقة، فجابها وطلع عليها وقدر يوصل للعنب، وكان طعمه جميل جدا، وكان سعيد جدا لما داق العنب، وقال يا ريتني ما تسرعت. وراح شكر باباه وقال له أنا هجيب لك عنقود عنب كبير يا بابا علشان تدوقه، لأنه طعمه فعلا طلع جميل جدا. ومن هنا يا حلوين نتعلم الصبر والتأني وعدم الحكم على الأشياء بدون تجربة، ونتعلم كمان إن لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وتوتا توتا، خلصت القصة والحدوتة. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة يا حلوين، وتشاركوا الفيديو كمان مع أصحابكم. باي باي.